دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. سددكم الله، هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ولا يسلم عليه لأنه لم يوافقه في تجريح بعض المشايخ؟ ليس ما صنع هذا، هذا عمل سيء. يعني قضية تجريح عن شيخ أو شيخين أو أكثر، يعني إن وافقت على التجريح فأنت صاحبه وإن خالفته فلست صاحبه، هذا كلام من الفتن ومن البلاء الذي يصيب به بعض الناس الذين أشغلوا أنفسهم بهذا واشتغلوا عن العلم واشتغلوا بأكل لحوم الناس وملأوا بطونهم من لحوم الغافلين.